ترجع أهمية الشاي الأخضر للحامل وتفضيله على الشاي الأسود نظرا لاحتفاظه بالعديد من المواد الغذائية والفيتامينات إضافة إلى المواد المضادة للأكسدة، وبالتالي فإن شربه يعود بالفائدة على جسم الحامل، فهو يحتوي على كميات كبيرة من الكافيين التي تساهم في إضرار البول، بالتالي تخليص الجسم من السوائل الزائدة. والمعروف أن الحامل تزداد لديها كمية السوائل المحتبسة، وبالتالي فإن شرب الشاي الأخضر بكميات معتدلة يشعرها براحة أكبر. إن الشاي الأخضر يعمل على خفض الكوليسترول في الدم ويحفز نمو بصيلات الشعر وتكثيفه، لأنه يحتوي على بروتين الجلوبولين، إضافة إلى أنه يقي من السرطان ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي خصوصا الإمساك، فهو يقوم بتليين الأمعاء وتسهيل حركتها. ويعمل الشاي الأخضر على تعزيز الجهاز المناعي عند الحامل خلال شهور الحمل ويساعد في إنقاص الوزن، كما أنه يحمي من الإصابة بحصوات الكلى والالتهابات. كما تعاني الحامل من مشاكل تتعلق بحساسية اللثة والأسنان خلال شهور الحمل، بالتالي فإن شرب الشاي الأخضر يقوي جهاز المناعة في الجسم ويقي من الإصابة بالعدوات الفطرية أو البكتيرية في الفم والجسم بشكل عام. إن الشاي الأخضر يزيد من كمية المخاط الذي يحمي الرحم، كما أنه يحتوي على الكثير من المواد المضادة للأكسدة التي تقي الحامل من الإصابة بأمراض السرطان والالتهابات في الجسم بشكل عام. كما يساعد الشاي الأخضر على عدم زيادة وزن الحامل، فهو يقوم بحرق السعرات الحرارية والدهون في الجسم، كما أنه يسهل من عملية الهضم، بالتالي يتخلص من الغازات المزعجة في البطن، إضافة إلى أنه يذيب الدهون المحيطة بالكبد مما يقيه من حصوات الكلى والالتهابات، إضافة إلى وقاية الجسم من السموم. لكن يفضل عدم شرب الشاي الأخضر بكثرة، ويفضل شرب من كوب إلى كوبين يوميا خصوصا في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل خوفا من الإجهاض أو الولادة المبكرة. كما ينصح بعدم تناوله صباحا على معدة فارغة. واحذري الشاي الأخضر، فهو يؤثر على نسبة حمض الفوليك في الجسم التي تساعد على منع حدوث عيوب عند الطفل، ويفضل الاعتدال في تناوله لأنه يعد مدرا للبول، والإكثار منه قد يعمل على فقدان المزيد من السوائل والمواد الغذائية المهمة التي يحتاج إليها جسم الحامل. وهل تعلمين أن تناول الشاي الأخضر بكثرة قد يؤدي إلى حدوث جفاف، وهذا خطر على الجنين، كما أنه يعوق من امتصاص الحديد في جسم الحامل ما يعرضها للإصابة بفقر الدم أو ضغط الدم ويشعرها بالقلق والتعب.